شهد معرض أهل رمضان بسوق محطة مصر في محافظة الإسكندرية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على شراء السلع الغذائية المختلفة وبأسعار مخفضة. يضم المعرض أكثر من 12 شركة تبيع السلع الأساسية بالإضافة إلى أكثر من 100 سلعة فرعية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق. وتقوم محافظة الإسكندرية بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء المدينة لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار. عندنا هنا المعارض متنوعة ما بين سلع أساسية ولحوم ودواجن ومجمدات ألبان، منتجات ألبان، عسل، منتجات شركة ما إلى ذلك. السكر موجود عندنا ب 14.5، الرز 14.5، الزيت ب 35 ال 800 جرام، وفي زيت الريتل ب 47 وب 49. اللحوم عندنا من 160 جنيه لغاية 100 جنيه المجمدة، الدواجن الكيلو ب 65. عندنا أنواع كتير جدا من المعروضات، والحمد لله المعرض لقى نجاح كبير جدا من يوم ما افتتحناه لغايه النهارده. في اقبال شديد زي ما حضراتكم شايفين، كل السلع موجوده زي ما حضراتكم شايفين، الزيوت، الصابون، المنظفات. المطلوب من المواطن انه ياخد احتياجاته فقط، ما يحاولش ان هو ياخد اكتر من احتياجه عشان غيره يقدر ياخد. السلع موجوده، مفيش اي اله من اي سلعه تنقص. الناس لازم تبقى مطمنه تشتري على قد احتياجاتها، كل ما هتنزل هتلاقي السلع موجوده، مفيش اي مشكله عندنا في الوزاره او في الشركات التابعه في توفير السلع الاساسيه كلها للمواطنين.